تيمة سيكولوجية غريبة جدا، الذات الشاعرة هنا تفر من الأخطار بآلية غريبة. يعني إحنا لو وجدنا قطارا يقترب منا سنبتعد سريعا عن القطبان، لكن هنا الذات الشاعرة تواجه الخطر بآلية من أعجب ما يكون. إغماض العين، إغماض العين، يعني افترض أنك أمام قطار قادم وأنت واقف على القطبان، عندما يقترب القطار وتغمض عينيك، هل هذا سيمنع القطار من التقدم؟ لا، لن يمنعه. هنا آلية غريبة أنها تجابل الأخطار المحدقة بإغماض العين. هل هذا استسلام للخطر؟ هل هذا نوع من السخرية من الحياة والأحياء؟ هل هذا استحداث أو تعجل للموت؟ يعني بتقول والإبن حان وقت الفراق، ها هتعملي إيه بقى؟ أنا لازم أنام، أنا لازم أنام. النوم لن يعيد المعشوق ولن يدفع الأخطار، لكن هنا آلية مواجهة الخطر بإغماض العين. هذه آلية سيكولوجية لكنها لم تمنع الخطر. أصيل تعلمنا شعر درس حقيقي للشعراء. هناك من دخلوا الشعر من باب التربح، يمدحون عاما ويذمون عاما، وهناك من دخلوا الشعر كعشب طفيلي، يعيشون كالعشب الطفيلي لسنوات وربما لعقود، والميديا تساعدهم أن يرسخوا وجودهم في الأرض. وهناك شعراء متحققون في ذيل الصفوف لأن الميديا لا تقترب منهم. في أحدث محاضرة لي في بيروت، فوجئت في وسط المحاضرة في منطقة عين البريس بالإعلامية اللبنانية بتلدى فرجلها، قالت لي فجأة: ماتت المواهب المصرية. قلت لها: لا، عندك، أنا معك، إن الحركة الثقافية ليست بنفس القوة، لكن ماتت المواهب المصرية؟ لا، أو ألف لا، في مواهب مصرية موارة. في أحمد حسن محمد يعيش بين أظهرنا، فلاحا في محافظة الشرقية يمسك فأس. أحمد حسن محمد واخد لغاية دلوقتي 30 جائزة عربية بما فيها البطين فقط، وتخاصمه الحركة النقدية لسبب لا أفهمه، وتخاصمه الميديا لسبب لا أفهمه. قل هذا في شعر العامية، هناك شعراء متحققون. قل هذا في الرواية وفي النوفيلا وفي القصة القصيرة، لكن احنا اثبتنا في الضلع الخطير غياب الحركه النقديه والحركه الاعلاميه، الميديا الثقافيه. قصيده تعلمنا شعر ترى فيه هيام او الذات الشاعره ان الشعر مساحه قداسه، مساحه قداسه، ندخل الى المحاريب ونتوضا. يعني تقول بالكلمة الحلوة نوضي قلوب، ترجع تقول علمنا نحن قلوب بالحب. الوضوء معناها القداسة، معناها استدعاء الدكشن أو المعجب القداسة. هتتكلم كمان شوية عن القبلة والصلاة وهي تتكلم عن الشعر، ثم تتحدث عن الحناء، والحناء معناها بهجة الأعراس. فالشعر في ضميرها عرس ومساحة قداسة لا ينبغي أن تلوث أو تبتذل أو توضع عند مواطئ الأقدام مدحا أو توظيفا قبيلا. بصوا معايا الصورة الشعرية دي، علمنا إزاي نسجد بالحرف. إذا استدعينا بقى المعجم الديني هنكر السطر الآخر. أنا استدعي كل المتلازمات الدلالية للمعجم الديني، علمنا إزاي نسجد بالحرف ونسبح 100 تسبيحة بجد. كأنه السطور الشعرية والأضرب والمصاريع والتفاعيل تحولت إلى حبات مسبحة، وكأن الذات الشاعرة تنضم من داخل محاريب. هكذا ترى هيام الشعر. آليات التكرار خلقت نوع
نوعا مما يسميه الدكتور عبد السلام المسدي التضافر الاسلوبي، ان تجمع مجموعه مؤشرات اسلوبيه في مساحه واحده، تكرار المعجم وتكرار الحقل الدلالي وتكرار الالي. علمنا نوض الكلمه بنور تاني، علمنا نصلي بقلب طهور، علمنا نرتل همس الصدق او همس الصدق، نوضي ونصلي ونرتل، كلها تدلي باصره واصله الى معجم دلالي مشترك وجذري. في الحاح في الحاح، في اليات تكرار وما لغايه اخر القاعه. كان في محاضره دراسات عليا وقال لطلابه يوما، وهذه واقعه، سوره الرحمن في القران فيها تكرار ممل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء فبأي. لما دار حوار بيني وبينه قلت إن آليات التكرار استخدمها إليوت في قصيدته ذا ويست لاند، الأرض الياباني. كم مرة قال ستوني بليسز، الأماكن الصخرية، الأماكن الصخرية، الأماكن الصخرية، قالها كم مرة؟ آليات التكرار تستخدم في الأدب العالمي والأدب الإنساني، وآليات التكرار لها أهداف، زي ما قال ابن رشيد في العمدة: قد نكرر للاستعذاب والتشوف. أنا لو بحب واحدة سأستعذب تكرار اسمها، أقعد أكرر اسمها طول اليوم دون ملل، هذا استجلاب لحالة وجدانية وعشقية ونفسية. ففي هنا آليات تكرار، وهي أبرز آلية أسلوبية استخدمتها حياتها.